قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني إن مسؤولية وحدة الدعم الفني وأجهزة مدن أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وسوهاج الجديدة قاموا بجولات لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وأعمال المرافق والخدمات بهذه المدن. يأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة بالنزول إلى المواقع المختلفة وتفقد الموقف التنفيذي للأعمال والعمل على حل أي مشكلات.